جاهز عشان هو قال انا عايز اعملك مش عارف ايه يا استاذ جاهز اه حبيبي طيب احنا ناخد لحظتين ما انا حافظه وبعدين اللي بعديه بعدين مسيه تمور يا استاذ ازيك يا استاذ ابراهيم اهلا بيك اهلا فندم اهلا بيك اهلا بيك انت حسين ابن عم مهران لا يا فندم ده انا بس كنت معدي فقلت اسلم على حضرتك انت واضح انك ليك في الفن بترسم بتعزف حكايه الفن انا ليه في التمثيل يا سلام والله العظيم يعني بتحب التمثيل يعني جدا جدا شكلك فعلا ممكن تبقى في يوم من الايام طب ليه ما خدتش معهد مثلا في مسرحيه او سينما او بحاول تحب تبقى بطل فقره نار ضحك يكسر الدنيا يا ريت والله ايه ده حبر انا عارف انه حبر بس ليه يعني مش فاهم انا عملت حاجه غلط يعني حضرتك شايف غير كده لا انت صح بس عد طيب من 1 ل 10 وتشوف ده يحصل فيه ايه من 1 ل 10 اه يعني حضرتك تبوظ لي القميص لا عد 1 دم 2 دم 3 دم كده بس غلطتي 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 غريبة قوي شفت شفت سحر عشان لما اقول لك على حاجه اصل انت ايه افتكرتني ان انا بوظ لك قميصك هي اللعبه كده هي اللعبه ببساطه وبلطافه واللي شاور لك عليه تروح مناوله اديك القلم اتفضل القلم ده بالجلده اللي تحت دي هتدوس عليه هيطلع كل الحبر في قميص اللي قدامك اوكي اوكي اتفضل عند شجره اتفضل طبعا القلم اللي انا اديته له الحبر بتاعه مش هيطلع ابدا كابتن نعم ايه ده ايه ده انت جننت يا ابني انت ما تقلقش حضرتك ودلوقتي هتختفي حالا مالهاش ايه هتختفي حالا صدقني ايه مجنون انت ده صدقيني يا فندم هتختفي إيه حالا ايه اللي انت عملته ده يا خرابي يا فندم صدقيني هتختفي حالا ده حبر طب انا ورايا مشوار اروح دلوقتي ازاي اروح كده ازاي دلوقتي هتروح المشوار بس عد لحد 10 هيروح هيروح 1 2 3 4 حضرتك بتستعجل قوي مستعجل اه بص بص على زي اللي ما حصل معايا قول 1 دم 2 ايه دم ايه دم 3 دم ايه ايه دم كده بس انت مجنون يا ابني لا انا مجنون ولا حاجه والله اتهزر تعالى ادي الاسم ايه ده انت بقالك 3 4 ايام على الطريقه دي بس ببص من فوق على السطح كده ماسك التلسكوب بتاع حسام ابن 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 ابني وبتفرج لاقياك ماسك طوبه وتضرب الناس على قرنها او حبر وتطلقه ليه يا ستي والله انا اول مره اعدي من الشارع ده والله ابني فؤاد جه تعالى يا ابني هنا تعالى في ايه يا ماما شاور يا فؤاد الولد ده مسك قلم الحبر وراح بزقه كده على قميص بتاع فرغلي بتعمل كده ليه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده والله زي ما بقول لك كده انا ما بكدبش في حاجه انا هكدب ليه ولا هعمل كده ليه؟ ايه الراجل ده؟ قميصه ده اللي باظ هيعمل فيه ايه؟ اعمل ايه حضرتك طيب مش فاهم 200 200 دولار 200 دولار اه او 200 يورو بلاش دولار يعني مين اللي قالك تعمل الليله دي بقى؟ والله العظيم استاذ ابراهيم نصر زي ما بقول بس هو ما قالكش كده يعني طب حضرتك شعرفك انه قال لي كده ولا مش كده انا عارف عارف احمد محمد ما كانش مصدق نفسه ولا عارف هو فين ولا ماشي ازاي ولا راح فين يعني الدنيا كلها اتدهولت تعالوا نبص بس نبص ممكن اقول لحضرتك كلمه اتفضل ايه ده لا عادي ولا يهمك ثواني هو هيطلع عادي ولا يهمني بس استنى بس عد من 1 ل 10 هو هيطلع والله عد ايه من 1 ل 10 ايه عد بس عد واحد من عد من 1 ل 10 والله العظيم هيطلع صدقني هيطلع القميص باظ لا ما باظش عد بس من 1 ايه ده عد بس من 1 ل 10 عد من 1 ل 10 ده لعبه حضرتك هو عد من 1 ل 10 وهتطلع هنلعب في الشارع يا كابتن انت ولا ايه لا مش هنلعب بس عد من 1 ل 10 بس وحضرتك هتطلع انت قلقان ليه والله عد من 1 ل 10 وهتبص لها ثلاث على طول طب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هتطلع صدقني ده حبر ده معلش هيطلع انا عارف انه حبر بس هيطلع حبر سر هو هيطلع على طول طب ممكن هعد انا ما تعدش انت طيب انا هعد بص 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم طب بس ممكن حاطط سيدي بس عشان اعرف بس اعد معلش سيب ايدي بس عشان ابقى مرتاح بس سيب ايدك معلش انا مش هبيتك النهارده غير في الاسم 1 دم 2 دم انت هتعيد من الاول تاني
معلش يا ماما حضرتك لخبطتني. معلش انا معلش استحملني بس. 1 2 3 17 18 121 122 123. انا طول اليوم نعد في دم بقى ولا ايه؟ انا عجزت جنبك يا عميش. الاصفر العميش الغالي اللي انا جايبه لك من كوالالمبور، دفعت 121 دولار عشان اجيب له عميش ده من 6 سنين. انا حزينه خالص على القميص ده، ده ليه ذكريات عندي ما تتخيلش يا ابني. تقوم تبهدله له كده بح... انا اقول لحضرتك على اللي حصل والله. وانا قابلت استاذ ابراهيم نصر. ما تكذبش، هتجيش من الاربعه دول واحد تجيب براخيرك والتنين التانيين في براخيرك. ايه اللي حصل بقى؟ ما قابلني استاذ ابراهيم نصر حضرتك. محروق بجاز. وبعدين؟ ماشي حضرتك زي ما قلت بقى، هو رش عليا الحب. ايوه. قال لي عد من واحد لعشر. ايوه. عديت من واحد لعشر وطلع. أيوه. وطلع. هو قال لي قبلك اي واحد رش عليه. رشيت عليه؟ اه. وما طلعش اهو. طب وانا اعمل كده؟ ايه رايك؟ طب ليه حضرتك كده؟ ايه رايك كده؟ طب ليه حضرتك كده طيب؟ وده برضه مش هيطلع. انا عايزك تمسك النضاره دي يا ابني. امسكها. هوريك ايه اللي هيطلع. ايه رايكم نبص بس نبص بس على كريم محمد؟ كابتن. نعم. ايه ده ما تقلقش حضرتك، ده حبر هيطلع على طول بعد ما تعد 10. اتجننت يا ابني؟ ما انا متعد 10 حبر هيطلع. انت مجنون؟ اطلع على طول. اطلع على طول. ايه ده حبر؟ لو حضرتك جرب كده نشوف. 1 2 3 4 5 6. امال ايه ان شاء الله؟ عد 1 بوم 2 بوم بوم. اه بوم. ايه انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ عد بس كده. عد كده بس. اعد كده؟ عد كده بس. انا مش مجنون زيك عشان اعد كده. فاضيين لك عشان تعد مش تعد. خلاص اعد انا. تعد انت؟ اه. عد يا اخويا. 1 بوم 2 بوم 3 بوم 4 بوم 5 بوم 9 بوم 10 بوم. ما راحتش. بتهرج. بتهرج. ممكن نجرب تاني عادي. نجرب تاني ايه؟ نجرب تاني. تجرب تاني ايه؟ القميص يبوظ كده؟ في ايه يا جماعه؟ استاذ ابراهيم نصر. ايوه ماله ده؟ قال لي رمى علي حب. رمى عليك انت؟ اه. فين يا كداب؟ ما هو طلع لما عديت من 1 ل 10. تعالى اقف هنا اهو. ما تتحركش من مكانك. عشان انا ما احبش الكذب ولا الكدابين. هو قال لي كده. طب وتعمل كده ليه فرغل؟ ما انا افتكرت الحبر هيطلع زي ما حصل فيا. ابني فؤاد جه الحمد لله. تحكي لي الحكايه من الاول، ايه اللي حصل بالظبط؟ عايز اعرف. انا قلت الحكايه مليون مره. لا انا عايز اعرفها دلوقتي قدام ابني فؤاد. الحكايه ان استاذ ابراهيم نصر قابلني ورمى عليا حبر. ايوه. والحبر بعد ما عديت 10 طلع الحبر. ها ازاي؟ عديت قلت 1 بوم 2 بوم 3 بوم 4 بوم 5 بوم 6 بوم 7 بوم 8 بوم 9 بوم 10 بوم. ما انتش عارفني؟ ها؟ لا. ايه؟ لا. ناسي. ساعدني ساعدني من فضلك ندخلها التاكسي. ايوه. ساعدني ساعدني. ايوه. يلا يلا يا دكتور. ايوه معاكي. يلا معاكي. يلا يا دكتور. ايوه. انت مين؟ انا سواق التاكسي. انت ايه؟ سواق التاكسي. مش سامعاك. إيه؟ انا سواق التاكسي اللي هوصلك. سواق التاكسي؟ اه. سواق التاكسي. انت شبه علي مراكش. علي مراكش مين؟ علي مراكش بتاع المراجيح. ارفع رجليها ارفع رجليها. اي 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 دي مدشدشه مدشدشه خالص. هتركب ازاي؟ هروح. انا عايز اطلع عربيه نص نقل. استنوا استنوا انا هقول لكم على حاجه. خليك كده خليك كده كده. اي 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 على ما هاي. انت مين؟ انا سواق التاكسي. سواق ايه؟ سواق التاكسي. هتركب ازاي العربيه دي؟ هتركب ازاي؟ معلش بس سواق. انا مال انا ومال اللي واجع القلب ده؟ انا كل جسمي واجعني. دخلني شمال على مهل. دخلني على مهل. شمال على مهل. دخلني شمال كده على مهل. دخلني. لا بالراحة. لا 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 بالراحه حبيبتي. طب دخلني. انت مين؟ انا سواق التاكسي. انت ايه؟ انا سواق زفت تاكسي. مش قادرة مش قادرة. بالراحة بالراحة. قادرة قادرة. على مهلك على مهلك على مهلك يا دودو.
على مهلك. بالراحة عليها. انت مين؟ انا سواق التاكسي، اتصرفي لك يا مدام في اي عربية تانية يا مدام، انا مش هقرك كده يا مدام. معلش عشان خاطر، معلش مش هينفع يا مدام، معلش ساعدها تروح. مش هينفع يا مدام، معلش يا مدام. لا معلش، نزليها نزليها يا مدام، مش هينفع يا مدام. دخلني. اتفضلي. شقيني كويس. على مهلك. ايوه 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 ايوه. استغني استغني الازاز ده، استغني الازاز ده. انا ما كنتش عايزه اقعد ورا، كنت عايزه اقعد جنب الشباك اللي قدامي عشان ابقى جنب الشباك وقاعده مبسوطه. هو انت مكفيه الكنبه ورا؟ ما هتقعدي الكرسي اللي قدام. ايوه. رايحه فين يا حجه؟ يا ست، يا اخت، يا حجه، يا حاجة. ايوه. رايحة فين؟ مدام اللي ركبتك جاية معاكي؟ مين دي؟ المدام اللي ركبتك دلوقتي. انا ما معيش حد خالص. يا ست، يا حاجة، يا اخت، يا حاجة، يا ست. ايوه. رايحة فين؟ يا ست، يا دي الليلة اللي مش فايت، يا نهار اسود انتي. انا مش عايزة حد يديني حقن. مش عايزه حقن ولا شربه. انا مش دكتور يا ست، انا سواق التاكسي اللي هوصلك. ولا شربه، مش عايزه شربه. انا مش دكتور، مش هديكي حاجه. بس رايحه فين؟ ايوه ايوه. ها؟ رايحه فين؟ انا الدكتور قال لي اريح 8 ساعات هبقى كويسه قوي. هتنامي 8 ساعات في العربيه؟ يا دي الليل اللي مش فايت النهارده، يا نهار اسود. خلصين، انا زهقت بقى. هاي رايحه فين؟ مين بينده؟ انا السواق الزفت اللي راكبها. اصحي، رايحه فين انت؟ طب اقفل باب الشقه وامشي دلوقتي. شقه ايه؟ انت نايمه في العربيه. ايوه. طب بقول لك ايه؟ اتفضلي. توديني لاخويا. اخوك ده فين ان شاء الله؟ في ابو ظبي. ابو ظبي؟ أيوة. يا نهار اسود ومنايل عليهم اللي مش عايز يعدي ده النهارده. ابو ظبي ايه اللي وديكي فيها دي؟ انت يا ست كلميني، الله يرضى عليك. ايه يا اسطى في ايه؟ ده عايز تروح ابو ظبي. يا حول الله يا رب، وديها يا اسطى. اوديها فين ابو ظبي؟ دي مشوار طويل يا ست كبيره، وديها يا ست. ده اكتر من 80 ساعه سفر ده. معلش، ده في السيده زينب. يا سيده زينب ايه يا ست؟ انت عارفه حاجه؟ لا اله الا الله، ست كبيره يا اسطى. ست اوديها فين ابو ظبي؟ ده طيران. انا اتورطت توريطه ما يعلم بها الا ربنا. ايه يعني هترميها في الشارع كده؟ طب انا يعني ابو ظبي ده يا ست في الخليج يا ست. يا عم فم الخليج، ما هي لو في الخليج. ايه يا ماما؟ يا عم فم الخليج عندنا في مصر في اليوم اللي مش عايز يعدي ده. ست انزلي من هنا. قلت لك مش هتنزل يعني. بقول لك هتنزل. قلت لك مش هتنزل يعني. بقول لك هتنزل. بقول لك هتنزل. قلت لك مش هتنزل. قلت لك مش هتنزل. ايه؟ عشان واحده ست كبيره؟ يا ست حرام عليك كده، البهدله اللي انا فيها دي تخلي الست تمد ايديها عليا. انا ما رضيتش اكلمها عشان خاطر ست. حرام عليكي. ايه ده؟ ارحميني. ايه دي كرة دي؟ أنا تيتا. كرة؟ أنا تيتا. طب ثانية واحدة بقى. ايه؟ هنزل ألعب معاك. وريني كده. وريني. برافو برافو برافو. بابا يلا. في ايه يا ماما؟ بالراحة بالراحة. في ايه يا ماما؟ انا تايهة يا عم. مالك يا حبيبي؟ لا انا تايهة. فين ماما؟ معرفش معرفش. طب فين بابا؟ معرفش. طب بس اهدي، بس اهدي اهدي يا حبيبتي. اهدي يا حبيبتي. اهدي يا ماما اهدي. سيب البنطلون، سيب البنطلون يا ماما، سيب البنطلون يا ماما. هتلهوني. انا معايا نمرة التليفون ماما. هكلمها يا حبيبي. سيب البنطلون بس يا ماما، سيب البنطلون بس. طب سيب البنطلون. اهدي هكلمها انا، هطلبها اهي. اهدي يا ماما. حاضر. اهدي يا حبيبي انت. اهدي ابوس دماغي اهو. بس اهدي يا ماما، سيب بس البنطلون. ايوه اهدي. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سيبي يا بنتي البنطلون. ايوه ايوه يا فندم. معايا المدام. ماما اسمها ايه؟ امل. معايا المدام امل. ايوه انا مدام امل. انت عرفت نمره تليفوني منين حضرتك؟ ده حضرتك بنت حضرتك انا لقيتها هنا في مول وتايهه. بنت حضرتك تايهة في مدينة نصر، هنا في مول في مدينة نصر. بنت حضرتي انا؟ ايوه. تايهة فين؟ في مدينة نصر. انت مش بنتك، انت اسمك ايه؟ يارا. مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه اسمها يارا. ايوه يا فندم، هي تايهة حضرتك وانا لقيتها. وانت حضرتك في السنتر؟ انا في الجيزة. ايه اللي
اديها ما شفت الرقبه هناك. يا فندم دي حضرتك مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه يارا. يا بنت سيب البنطلون. اسيب بنطلون ايه؟ يا ست مش انتي. امال ايه؟ لا اله الا الله مش انتي. مش فاهمه. انا بقول لحضرتك بنتي حضرتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. ايوه بس هي ايه اللي وداها هناك؟ انا مش عرفني ايه اللي فين وداها هناك. لا ما انا لازم افهم ما شفت الرقبه دي لو انا جيت هاخدها من شعرها. يا ستي تعالي خديها من شعرها خديها من رجلها الله يسترها معاكي. خلصي انا بكلمك من تليفوني. انا كارت. انت مين؟ انا كارت. كارت ايه؟ انا كارت. انت ايه يا ستي؟ بقول لك كارت في ايه؟ بقول لك انا كارت. ما انا مش سامع انت ايه بتقول. ايه بقول لحضرتك؟ انا كارت. انا كارت بقول لحضرتك بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر. انت متاكده يا بنتي ان دي من تليفون امك؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. بص حضرتك بسيط طريقتك التربويه دي مش حديثه. تربويه ايه وبتاع ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه وانا لقيتها. ده جزاتي. انت عايز ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه بس ايه ده اللي انا عايزه؟ تيجي تاخدي بنتك. ما بحبش الاسلوب التربوي اللي مش حديث. يا ست تحب ايه وما تحبيش ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه. انت ليه الطريقه في التربيه مش عجباني؟ بنختلف مع بعض. بنختلف مع مين واحنا بكلمك عن بنتي؟ في ايه؟ عارف حضرتك كنت بتكلمني في الاول انا حسيت ان انا بكلم رشدي اباظه. رشدي في ايه يا مدام؟ رشدي اباظه ايه وبتاع ايه؟ طب ارهنك ان مكان شعرك اسمر زبيبه نازل على وجهك. شعر ايه وزبيبه ايه؟ انا اقرع. خلصيني بقى الله يسترها معاكي. انت ايه حضرتك؟ انا اقرع. انت عارف ساعه ده انت بني ادمه بارده بارده. هو في ام كده؟ انا ما شفتش في حياتي ام كده. ده انا بقول لك شبه رشدي اباظه. رشدي برضه هتقولي شبه رشدي اباظه تاني؟ وحاسه انك فعلا كمال اجسامه. كمال اجسامه بتاع ايه؟ يا ست انا تخين وفشل. انت تخين وفين؟ تيه هو فشل. طريقتك التربوية دي مش عجباني. طريقة ايه وبتاع ايه؟ تكلمت ايه انت؟ انت في ايه؟ انت تعرف حاجة عن التربية خالص؟ حرام عليك. فين الامومة؟ فين الامومة؟ بص بص ايه؟ لا لساني خاطب لسانك. لا اله الا الله. ولا لسانك يخاطب لساني. وانا هقفل اهو. تفق يا ست انت. ايه ده؟ يا بنت انت متأكدة ان دي امك؟ اه ايه؟ اه بس هي عصبية شوية. عصبية دي مش ام خالص. يا بنت ده ايه ده؟ اكلم ايه تاني؟ ما انا كلمتها حرام عليكم ده كارت وهيضيع. اكلمها تاني والنبي يا عم. سيب البنطلون. سيب البنطلون بس. تاني يا بنتي سيب البنطلون الله يسيئك. لا اله الا الله. يا بنتي سيب البنطلون هتوقعيه. الو؟ نعم. يا ست هانم. يا مدام. نعم. يا ست ام يارا. انت تاني؟ انت متاكده يا بنتي ان دي امك؟ ايوه. ايوه ايه؟ مش باين. والله ما هو باين. يا مدام يا رحت فين يا مدام؟ يعني ما اعرفش اريح شويه. تريح ايه ونيلت انت هتنطيني؟ عيب. ايامك مالها يا بنتي؟ في ايه؟ ايامك دي عيب. عيب ايه وبتاع ايه؟ بقول لحضرتك كل بنت. حاجه ليها حدود. ده انت هتعديتي كل الحدود. وبعدين طريقتك التربويه دي مش عجباني. يخرب بيت التربويه والنيله. يا ست هاني اعملي معروف. انا بقول لحضرتك انا بنتك تعباني وتايهه البنت. طريقتك التربويه دي مش عجباني. طريقة اللي تربوية. طريقتك انت. يا حبيبة ماما. ماما. مامي تاني. ايه ده? افرج ناصر. يا حبيبي. ايه ده سنتين? مش فاهمة في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المكتوب ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه ده؟ كاتب لك عفوا يتحدث باللغة العربية. يعني ايه باللغة العربية؟ مش عارفة انت بتتكلمي بايه؟ بأنهي لغة؟ ضع هذا هنا. سهرة سعيدة. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا مش طالبين بقى كتير. اتنين اوضة. اتنين؟ كنا طالبين طلبين. فراخ مشوية. فين حضرتك جبت طلب ولا إيه طلب تاني؟ أرجو من سيادتكم أن تتكلموا معي باللغة العربية. والله أنا بتكلم باللغة العربية. ماشي مفيش مشكلة. أنا عايزة الطلب التاني. أنا ياكل وهي لا. نظام المحل هنا إذا أردت أن تطلبي شيئا أو تصحيح خطأ تتكلمي باللغة العربية. طب أنا عايزة أوكي. طب ماشي ما إحنا باللغة العربية. بقول لك لو سمحت عايزين الطلب التاني. هذه لغة عامية.
نحن هنا نتكلم باللغة العربية. لا انت ما تكبرنيش على طريقة اتكلم بيها. حضرتك هنا بعد الساعة السادسة حضرتك نتكلم جميعا اللغة العربية. اوكي ماشي دي حاجة بتاعتكم انتوا. احنا مش عارفين. المحل هنا يتكلم باللغة الايه؟ باللغة العربية. بقول لكم ايه بقى بلا عربي بلا فرنساوي بلا انجليزي. انا اتكلم الكلام اللي انا عارفاه. لو سمحت علشان ما نعملش مشكلة. كثيرا على صحة سيادتكم. ارجو ان تهتموا. مالكش دعوة بصحتها. مالكش دعوة بصحتها. احنا جايين علشان ناكل مش جايين نعيده. سيدتي هذا المكان يتكلم اللغه العربيه وهذا نظامه. سمحتي بقى انا شفت نظام زي كده عمري ما شفت محل فيه نظام. ده نظام الام. هذا نظام. لو سمحت عايزين الطلب الثاني. انتظري قليلا ساتي. طب لو سمحت انا واقفه لك اهو. تعالي شوف المحل الزفتي ده على دماغه النار اللي قاعدين فيه. خلاص فين الطلب الثاني لو سمحت؟ لقد تم حل المشكله. اجلسي سيادتي. اجلسي. مش عاجز انا لما اجيب لك. اجلسي سيادتي اتحل الامر. اتفضل. اتحل ازاي؟ فين الطلب الثاني؟ الامر. الامر. الامر لا وحده. الحمد لله. ايوه اللي اتعادل معاه وظبط معايا. الاداره في الداخل قالوا لي لابد ان السيده تتكلم باللغه العربيه وناتي لها الطلب الاخر. لا ما اعرفش العربي ما انا اعرف اللغه. لا 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 انتوا اسلوبكم فظيع. فين الاداره دي؟ فين الاداره؟ يا 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 خلاص يا حاجه. خلاص يا حاجه. خلاص 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 خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده؟